طبيعة الحال من خلال العنوان عرفتونا فين كنتواجدوا حاليا. كنتواجدوا بمنطقة سيدي عشمان، الناس اللي مضرورين بزاف كيف ما ذكروا لينا بخصوص الريزو اللي كتشاهدوا معنا على المباشر. سيد فهو كاين في المنزل المجاور، سيد اللي اول واحد يمكن تفاجئ من خلال سكينة كاملة بالليل ونهار كيتفاجئ ان هذا الريزو كاين. طبيعة الحال سولناه قبل انه واش بغى يتواصل مع او قدر انه يتواصل مع السيد، كيقول لنا ما كيجاوبوش، ومن كيجاوبو كيقول لي بعض الامور اللي غنسمعوا من خلال هذا المباشر. نقدر نقولوا السيد غاش كاين منيه باش على السكينة سيدي عشمان كاملة، وسميو ان السكينة طالع عليها الدم من هذا الريزو لاحد شركات الاتصالات اللي مردهم. والسيد اللي كما قلت لكم اللي حاطه في دارو كيتخلص قليل فين كيجي وقليل فين كيتواصل معاه. هادشي اللي كاين عطينا حاليا دابا التفاصيل. السلام عليكم. السلام عليكم اخويا. الانسان كما يمكن لي يحس بخو غير يحس بالاخر، اللي يحس براسو كيحس بالاخر. زين على هادشي اخويا ان هذا السيد هذا دار داكشي كما نقولوا له عشوائي، يعني ما شاورش السكينه ديالنا، ما شاورش الجيران، يعني ما عطاش واحد الصوره للحي عنده يعني للساكنين عنده انه يعتار بهم كانهم اصدقاء ديالو، كانهم راه تزادوا في يوم الطفوله يحترموا كيف ما كيحترموا هو. هادشي اللي كنعرف. هو انسان طيب حق ولله، ولكن ملي وصل انه وصل لصحه بنادم ما بقاتش طيبوبه، راه ولا مضرر صحه بنادم. يعني في هذه الحاله هذه انا كنوجه النداء ديالي للمسؤولين في القريب العاجل ان هذا الريزو هذا كما كتشوفوا نتوما في على الصوره انه تهلوكه ليا وتهلوكه للجميع. والساكنه ديالي انا كنسكن راه الجوار ديالي، يعني الحيط على الحيط. في هذه الحاله هذه انا الريزو هذا كيتسب جميع الامراض. نتوما كاطباء الى شفتوا هذه الصوره هذه ولا شفتوا هذا الريزو راه تعرفوا بحكم الميزه اللي كيمتاز بها هذه المضره ليه. يعني في هذه الحاله هذه الساكنه عندنا حنا كلها انا كنوب عليهم، يعني على اساس ان هذا الريزو بغينا يتحيد، يعني باي طرق يتحيد، لانه توجهنا ليه واحد المشقه كثيره هذا الريزو هذا. كيفاش تحط الريزو؟ هذا الريزو اخويا تحط ملي كنا حنا ناعسين، يعني كنا في واحد الغيبوبه، يعني ما سقناش ليه الخبر بتاتا. فقنا لقينا هذوك العمود كاينه، انا شخصيا تخلعت غير انفو. ملي كتشوف انت الريزو حدك تزعينك فيه كتخلع، كيجيك الرعب، يعني كيحسرك انك مثلا الى خدموه كيفاش غتكون السيتياسيون ديال هاد الريزو. تخيل معايا عاوتاني واش التليفون كتقدر تحطو حداك حدا المخده؟ ما كتقدرش، كتبعدو من عقلها قبل داك الدبدبات ديال التليفون، انه دوك الشحنات انه كيكونوا صعابين شي شويه، لدرجه ان حتى الطبيب يقول لك ما تحطوش جهه القلب ديالك وهذه وجهه الراس. هذه مسائل عفويه. حاولتوا تتواصلوا مع حاولنا نتواصلوا مع السيد اللي دار هذا الريزو هادو، ما كيعطينا شي اخبار والو، ما كيعطينا حتى شي حل. الحل غير في التليفون، انكم سيروا وصلوا للمحكمه، سيروا ديك المعنى ما وصلتوش مع الحل ودي شنو كيقول لكم، يعني ديروا اللي بجهدكم، سيروا للمحكمه. انا درت كونترا مع الاخرين، المهم اللي عليا درتو والو، ما كيخرجش في 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 القاموس ديال الدرب انه يبان في الواجهه ولا يستعطف لينا ولا يقول لنا مثلا اننا راه كنستسمح ليكم ولا عايش يشاونا في القدم. تعاطفوا معنا نسبيا، ولكن ملي كتوصل صحه بنادم راه بنادم راه ضعيف، راه في اي لحظه يقدر يتوفى. شوف هذيك البادره اللي حنا دايرينها ديال المبادره ديال الزنزه اللي وقعت في مراكش وتازه والنواحي، اش درنا؟ هذا الشيء دار تعقيم انه على قبل صحه الانسان. وكذلك ونفس الشيء هذا راه الجار على جار وعلى الساكنه كله ضرنا بواحد الطريقه عشوائيه. ايوا هادشي اللي كنقول، يعني في يمن من زيد اكثر ديالكم عند السلطات او حاليا درنا شكايه للمقدم العون القضائي، والقيد درنا ليه واحد الشكايه على البر في التليفون، قال لنا القيد على اساس ان غير 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 مساله ديال 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 الوقت، يعني نديروا واحد العريضه ونتبعوا داكشي قانوني، ولكن الا جينا نتبعوا العريضه ونديروا داكشي قانوني غادي يطول، ولا طول داكشي الانسان العقم، يعني الا رصص المسائل الكابلاج ديالو ديال الريزو راه ما بقى والو. يعني الساعه باقا ما تمش، دابا مازال ما تمش داكشي اللي خصو يتم 100%، باقي داكشي زاكي. يعني النيابه عن الساكنه كامله، شنو رسالتكم حاليا للناس الفلانيين؟ واش غنقول لك؟ بالنيابه على كل شيء كنقول ان هذا السيد هذا يدير عقله ويحاول يلغي الكونترا، لان في صالحه هو، لانه هو ساكن تما، زائد في صالح الجيران ديالو اللي كيبغيوه وكيبغيو ليه الخير، ماشي زعما انه انسان شرير ولا انسان ضاغط نفسيته علينا ولا سميتو، وانما هو انسان طيب، وليداته انسان طيبين. ولكن ماشي ضده، غير ضده. حنا ماشي ضده، ولكن حنا ضد الفكره اللي وجهت ليه كريزو. حنا كنشوفوا صحتنا، ما كنشوفوا صحه الاخر. والسلام عليكم.
هذا هو الرئيس هو الدار ديالك هذيك؟ الدار ديالي الحمراء هي هذه الدار ديالي الحمراء أطفال صغار الشركة مرة كيدير كونفي.